Oh.
أنا في الأرض غريب أجول فيها طربا لوقع خطواتي، متوهما أن بيني وبينها ميثاق معرفة، أو أنني أسجل على أديمها شيئا من ذاكرة، فإذا بها تنبذني وتجهلني وتقابل إقبالي بإدبار وبرودة. يبسم لي الحظ فأحرز شيئا من مال أو ممتلكات، وأنصب نفسي سيدا، لي الكلمة ولي القرار ولي التصرف، فإذا أنا صفر اليدين خلت يداي إلا من الهباء، لأن كل ما أملكه فاسد يأكله السوس وينقب عليه السارقون. وأجول بين أترابي مستجديا كلمة إطراء، وكأن في مديحهم لي تأكيدا لوجودي، وأتمادى في طلب المجد فتتعاظم في الأنا، فإذا مجدي كمجد زهرة في الحقل أسكرها زهوها فنسيت أنها على بعد خطوة من الذبول والسقوط، وإذا كل ما بنيته وهم تبدد في الهواء. وأتبع نداء اللذائذ كمن يتبع السراب، فلا أنا أرتوي ولا أعرف استقرارا، ويقتلني ظمأ إلى ماء الدنيا يصرفني عن ظمأي إلى ماء الحياة. لكنني مذ عرفتك يا يسوع ودعوتني إلى وطن ليس من هذا العالم، صارت غربتي وطنا لي لأنك مسحتها بحضورك، ورحت أقتفي آثار خطواتك ساجدا ومهللا، وأيقنت أن ما في حوزتي يجب أن يوزع لكي يكون لي، وإلا فهو يستعبدني ويجذبني إلى الهاوية. وآمنت أن المجد الحقيقي يكون بالانتصار على الموت، وقد انتصرت عليه لأنه لم يجد فيك خطيئة، فعرفت أن علي أن أجاهد ضد خطاياي. منذ إذ يا يسوع الحلو فهمت أنك أنت وحدك الطريق والحق والحياة، وبت لا أجوع ولا أعطش إلا إلى ملكوتك وبرك، فصار الموت لي ربحا لأنه باب الانتقال من الفساد إلى عدم الفساد، والمعبر الذي يفضي إلى جنانك الفسيحة.
الإنسان منذ البارحة.
Whoa.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إنا لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر نقوله لكم، لا نركض كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقوم الأموات عدم فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت أن يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم الفساد، ولبس هذا المائت عدم الموت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: طلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا جحيم؟ إن شوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي
قال الرب للذين أتوا إليه من اليهود: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يصير إلى دينونة. لكنهم تقلى من الموت إلى الحياة: الحق الحق أقول لكم، إنها تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون، لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى لابن أن تكون له الحياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يصنع الحكم بما أنه ابن البشر. لا تتعجب من هذا، لأنها تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوت ابن الله، فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. لا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي شيئا، كما أسمع أحكم وحكمي عادل، لأني لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئت الموت وأخزيت الشيطان واهبا عالمك الحياة، أعطي يا رب الراحة لنفوس عبيدك الراقدين البطاركة الكلي القداسة والمطارنة الكلي الوقار، ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة وأولئك الذين خدموك في الكنيسة وفي الحياة الرهبانية، الأجداد والآباء والإخوة والأخوات الأرثوذكسيين الذين بذلوا حياتهم من أجل الإيمان والوطن ومن أجل المؤمنين الذين قتلوا في الحروب الأهلية والذين أغرقوا وأحرقوا أو ماتوا من الجليد أو هشموا من الوحوش الضارية، والذين أنهوا شوط حياتهم دون توبة ولم تسنح لهم الفرصة للمصالحة مع الكنيسة ومع أعدائهم. أرح نفوس المنتحرين وهم بحالة فقدان الصواب، وجميع الذين عهدوا إلينا وطلبوا منا أن نصلي من أجلهم، والذين يفتقرون إلى مؤمن يصلي من أجلهم، والذين لم يحظوا بجنازة مسيحية. وأرح جميع الراقدين في مكان نير، في مكان راحة، حيث لا مرض ولا أسى ولا تنهد. اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول بالفعل أو بالفكر، بما أنك إله صالح ومحب للبشر.
إذ ليس من إنسان يحيا ولا يخطئ إلا أنت وحدك المنزه عن الخطأ، وعدلك عدل أبدي، وكلامك حق، لأنك القيامة والحياة والراحة لعبيدك الراقدين أيها المسيح إلهنا. ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدء له، ومع روحك الفائق القداسة الصالح والمعطي الحياة، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك ارحم آثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي إليك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لضوامض حكمتك ومستوراتها، تنضحني بالزوفة وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي قلبا نقيا اخلق في يا جدد في أحشائي، لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه.
أنقذني من الدماء يا الله، إله خلاصي. فيبتهج لساني بعدلك يا افتح شفتين فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا بمسرتك صهيون وابني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربان محرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدس.
جميعا متى